يا حياكم الله ويا مرحبا فيكم، يا اهلا وسهلا بالفلوج الجديد. اليوم يا بنات عندي ان شاء الله بروح كذا، بروح عالم التوفير، باخذ لكم جوله فيه واخذ يعني كذا مواعين العيد. يعني نقصتني كذا فناجيل شويه للضيوف، تعرفوا فناجيل سبحان الله تكسر فناجيل الشاي اول باول، فباخذ لي فناجيل، باخذ لي كذا شويه صحون حاجات، وقلت اعمل لكم جوله مره واحده فيه. يلا تعالوا معايا. بسم الله، هذا هو عالم التوفير، نخش دحين جوته المحل هذا يا حبايبي، اللي هو عالم التوفير اللي هو في نهاية شارع بخشب. بس حبيت أقول لكم يعني شوفوا عندهم هنا المعقمات، في الصغار أعتقد بخمسة وفي الكبيرة هذه ب11 ريال. أنا باخذ واحد من المعقمات الكبيرة هذه لأنها برا غالية. شوفوا فيه برضو قلفزات عندهم بس بخمسة ريال لارجو، حلو أخذها الآن. حاخذ المطبخ لأني برا ما أخذ قلفز، ما أعترف بالقلفزات برا، أجي أغسل يدي أفضل. لا بالنسبة للدراجات والسيارات والعربية هذه ما أعتقد أنها بخمسة ريال. أحلى حاجة في المحل هنا إنه في تكبيرات العيد، بس خايفة تجيني حقوق عليها، عشان كذا حضرني أقطع الفيديوهات، لأنه مرة صورت زي كذا وجاني عليه حقوق عشان في تكبيرات العيد. شوفوا يا بنات الصحون هذه للتقديم للضيافة، الواحد بخمسة ريال مع القيمة المضافة، شامل القيمة المضافة تقريبا ستة ريال صار بعد القيمة. حبيت صراحة، حبيت شكله حلو للضيافة، اللي تحطي فيه الحلا، تحطي فيه التمر للضيوف، تحطي فيه كل الأشكال، في هذا الشكل وفي هذا الشكل وفي هذا الشكل وفي الأبيض العادي، بس أنا حبيت هذا أنه عندي تربس قهوة زي كذا فيه النقشة الزرقاء دي بحبيته. حبيت الكروت، في العيد الأضحى وفي العيد الفطر وفي تغريسات العيد، في أكياس كذا خمسة ريال. توزيعات العيد يعني تحطي فيها مثلا حلا، تحطي فيها، أنا شكلي حاخذها وأحط فيها الغريبة أو المعمولة أو حوزعها في الصحن، حبيتها. شوفوا عندهم قسم كامل الحلويات، شوفي قسم الحلويات، أقسام تجميل، كاسات، كنت أبغى كاسات وأبغى فناجيل صراحة بس ما لقيت شيء يعني على مزاجي في هذه، بس حلوة للشاي هذه صراحة، بس ما أدري أنا عني أحبها، بس زوجي ما يحب زي كذا، يحب فناجيل عادية صغيرة، وكنت أبغى شيء للضيوف بس شكله يكون حلو. هذه كمان كبيرة مرة مبالغ فيها، ما أدري كنت حابة شيء بيد، هذه أخذت منها المرة اللي فاتت، شكلي باخذ منها للبيت، آخذ منها درزن للبيت، بس للضيوف ما لقيت شكل يعني مرة واو، آخذ هذه عشان البيت. وبرضه كنت أدور في كاسات بس ما لقيت كاسات يعني مرة. بنات شوفوا كياتا مع ملاقته بستة ريال بس تقريبا، يعني يا بلاش، حتى تقدري تاخذي وتهدي، مرة حبيت. صورة تحدث يا بنات، أبيض حلو صراحة، الأسود مرة حلو كمان، حبيته الأسود. شوفوا فيها بنات أشكال وألوان مرة روعة، في الأخضر، في كحلي، حبيت الأبيض والأسود. في هنا كمان شكل سموت، شايفين هذا الشكل برضه الماربل مرة حلو، حلو مرة صراحة. وفي هذا الطقم، هنا يجي طقم اثنين التجميل والاكسسوارات، المفارش هذه قديش كبرها؟ خمسة ريال، مفارش ومناديل عزكم الله وكيس زبالة، كل هنا موجود. صراحة توفر. شوفوا يا بنات السمان على خمسة ريال بس، تقريبا كأنه صحن أكثر من سلة. في هناك برضه صحون التقدير، هنا برضه بخاخات صحون ضيافة، شوفوا هنا سلات الخروج أشكال. يعني أنا بوريكم وأنتم تفرجوا براحتكم، حلو السلال دي عجبتني، ممكن تحط فيها غسيل، تحط فيها ألعاب.
جكوك هنا. معلش انا برخي الكاميرا عشان احيانا بيكون في قدامي ناس فيتضايقوا ليش بيطلعوا. هنا كلها الظاهر هذه الاستيكات حقت الكيك وحقت باقي الاكل زي كذا. شوفوا يا بنات منزلين دفاتر الكتب، دفاتر المدارس قصدي. شوفوا السلك هذه 60 ورقه بريالين ونص الحبه. منزلين بوسيهات ومنزلين خلاص كل اغراض كل اغراض المدرسه منزله. شوفوا الكتب دفاتر كيوت. شوفوا يا بنات الصابون السائل طبعا اسعار موحده كل شيء عندهم ب 5 ريال و75 هلله يعني تقريبا ب 6 ريال. شوفوا انواع كلها هذه الغسالات صابون سائل غساله في منه تقريبا 4 انواع. وهنا شوفوا الكلور وفي كلور ملابس ملونه. شوفوا يا بنات برضو المطهر سيف هذا ريحته مبطانه على 5 ريال. وهذا يا بنات اخذته قبل كذا اعتقد انه معطر السجاد او معطر متعدد الاستعمالات. دقيقة بالله افتكر اني اخذته كذا الملابس الاسطح المطابخ الحمامات الملابس الارضيات متعدد الاستخدامات. يا بنات كذا اخذته مرة مرة روعة. اخذت اللافندر حاخذ الزمر التوت يعني حتى للارضيات يجيكي ممكن تحطين الملابس. وفي شيء افتكر اخذته من عندهم السجاد كان مرة مرة روعة ابغى ادور عليه ابغى اشوف فينه. كان الارضيات مرة مرة كان روعة بالسجاد قصدي. اوكي بس هذا الاسعار اللي لاعبين غير سعره 34 مرة حبيت. شوفوا كل عام وانتم بخير ب 11 ريال ونص خروف العيد. ناخذ خروف العيد عشان وفي هنا العاب برضه الالعاب ترى عندهم على 5 ريال اي لعبة 5 ريال. ولدي طبعا الصغير من عشاق الالعاب سيارات فحاخذ له من هنا يعني من هنا خمس تاخذي له باربع العاب ويفرح طول اليوم ما تكلفك حتى 20 ريال. بنات بالنسبه للمنظفات صراحه ما انصحكم تجوا تاخذوا غير من هنا. لا تقولوا لي مو اصلي ولا اصلي، انا استخدمته صراحه ومره مره كويسه. تخيلوا الفيري هنا بخمسه ريال، هذا كله بخمسه ريال. بدل ما تروحي تشتري من خليني اوريكم هذا اللي اقول لكم السجاد، مره هذا يا بنات لو تمسحي به السجاد تنظفي به السجاد يعطيكي ريحة غير طبيعية. فأقول لكم الفيري والحاجات هذه عندهم يعني مرة برخص. تجي هنا شوفوا موبي برضو تجي هنا تعدي يعني عربيتك ما تكلفك حتى منظفات 200 ريال أو ما شابه يعني مثلا. الشامبوهات ورا في هنا المعاجين ومعطرات الجسم بس أنا أشياء للاستخدام الشخصي أنا ما أنصح. في بخاخات زي ما اقول لكم اشياء للاستخدام الشخصي ما انصحكم فيها. في هنا علب ابغى ادور علبه صراحه الكبسولات القهوه عشان اللهم صل على محمد عشان عندي ركن القهوه جالس ادور على حاجه تكون شكلها حلو يعني. بنات شوفوا صحون القهوه حق تقديمات القهوه مره مره اشكالها حلوه. شوفوا في اشكال كذا بالطول في حاجة على أصغر. شوفوا الله أكبر سرق الحق وأنا قلبتها. شوفوا يا بنات المباخر أشكالها متنوعة. زمان كان عندي زي هذه كان عندي زيها بس انكسرت. هذه الأحلى اللي كانت تجي سوداء أنا مبخر فيها دحين في عيد الأضحى إن شاء الله. كان عندي واحدة زيها وانكسرت جابتها أختي لي هدية ما أدري من فين أول ما طلعت من دبي ما أدري. شوفوا في كمان هنا هذه التقليدية برضو أنا أحب التقليدية هذه بس ما أحب الألوان. في هذه كذا زي البجعة. هذه إيش؟ هذه الظاهر حملات أشكال رمضانية. الكراسي ذي تصلح كديكورات يعني للتصوير في أثناء فاضنا تصوير المشتريات او حلو كديكور. هنا في صفوف اسفل شويه هذه البنات شوفوا الستاندات هذه رخيصه والله مو غاليه زي هذا 43 هذا 46 حلوين يعني يشيلوا لك صراحه اغراض.
بدل ما هم مرميين في مخزن او شيء برا حلوين. يعني انا كده تقريبا اكون لفيته كله واكون وصلت معاكم تقريبا لاخر البلوك ان شاء الله يا ربي ما عجبكم. في طبعا دور ثاني فوق في ملابس، في سجاجيد، في شراشف، في شراريب، في صنادل واحذيه وشباشب الله يعزكم ويكرمكم ويجلكم. بس انا صراحه ما طالع فوق، انا كل يعني الاشياء اللي كنت ابغاها من تحت اجي مره ثانيه ان شاء الله ويصير اغطي لكم بس من فوق باذن الله الاشياء اللي فوق. هذه عندكم الله يعزكم روائح الحمام اللي تعطي الحمام كذا ريحه و يعني تخلي نفتالين ما ادري ايش يسموه يعطي الحمام ريحه كذا. خلاص يعني اشوفكم ان شاء الله بلوج جاي. ان شاء الله يكون عجبكم الفلوج باذن الله. اكتبوا لي وشجعوني عشان دائما اسوي لكم فلوجات، قولوا لي اماكن تبغوني اروح اغطيها لكم ان شاء الله. وانا بكذا خلصت، اشوفكم على خير والسلامه في امان الله.